جان، نحن كل الوقت رح نضل قاعدين هيك؟ بصراحة أنا كتير مبسوط بالقعدة معك فوتون، بس أنا مليت. شو بتحبي نعمل؟ ها؟ أخدك ونطلع نسهر بشي ديسكو مثلاً؟ لا، بس فينا نطلع نتمشى، أو إذا بدنا فينا نلعب بالرمل كمان. طبعاً طبعاً فينا نتمشى، ما حذرتي، بدي حجة لتهرب. ليكي فوتون؟ ليلي مرتاحة على الكرسي؟ كتير. قلت لحالي زمانك مرتاحة، تعالي لجنبي لهون. لا ما بدي. دخيلك بالناقص بلا ما تجي. اصلا انا لانه الكرسي مالي مريح شفقت عليكي. لك هذا كرسي، هاد بيكسر الظهر. جان، عن جد احسن شيء اجي لجنبك. قولي والله. والله. تعالي. فوتون، انت شو عم بتحاولي تعملي؟ عم حاول اني اغمرك جان، بس ايدي علقت تحت. فوتون، هي هي راحة البال. لما أنت بتكوني جنبي، أنت وسمعوا، لما ما بتكونوا جنبي بحس حالي معايش، كأنه في خيول عم بيركضوا جواتي وما بعرف شو بدي أعمل أو لوين بدي روح. والله فتون، أنت هلأ لا تقلي لي ولا كلمة، المهم إنك تضلي هون جنبي، تضلي جنبي وما تفارقيني بالمرة، ونبقى سوا طول العمر. تعرفي شو؟ بكل ليلة، بكل ليلة برجع فيها على البيت بقول بدي نام بسرعة، بس مشان يطلع الضو، مشان ارجع وروح لعندك وشوف وشك وشوف سمعه كمان، وحطه بحضني وشيله ولعبه وشم ريحته واشبع منكن. صدقيني. يمكن انتي مالك مصدقه هذا الحكي بنوب، مو هيك؟ لوين؟ رايح على الحمام. ليش؟ بعرف انه بعد هذا الحديث الرومانسي غريبة روحتي على الحمام، بس مضطر. طبعا طبعا، يلا روح. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.